شديد بنعيش زمن انتشرت فيه الإباحية بكل صورها، بكل ما نتخيله في كل مجالات الحياة، مش بس في الأفلام ولا حتى مجرد الألعاب والجيمز بتاعت الأطفال اللي اخترقت الإباحية كل مشاهد الحياة. الغريب كمان الكتاب المقدس وهو بيتكلم في الموعظة على الجبل بيأكد لينا إزاي إنه الزنا كسر شرع الله أو ما شرعه الرب ضد الشر والإباحية والأمور دي. والكتاب المقدس بيعلمنا وبيفكر معانا في الموعظة على الجبل وبيكشف لنا سبب الزنا الرئيسي. فيا ترى إيه هو السبب ده؟ فكر معايا، يا ترى إيه هو السبب اللي كشفه المسيح في الموعظة على الجبل؟ وهل المسيح قدم علاج؟ وإيه هو العلاج وإزاي نفهمه؟ يعني ما هو العلاج اللي قدمه المسيح ونفهمه إزاي؟ والسؤال المهم، الوصايا دي اللي اتقالت من 2000 سنة هل هي صالحة ونافعة لمجتمعنا في الوقت اللي احنا بنعيش فيه في القرن 21؟ وإحنا بنتكلم النهاردة في العظة الشهيرة الرائعة في كلام المسيح في الموعظة على الجبل، وبيقول الكتاب كده: قال المسيح قيل للقدماء لا تزني. من العهد القديم وإحنا عارفين أن موسى في الشريعة وفي ناموسه حرم بالكامل ناموس موسى الزنا بشكل واضح جدا. فمثلا في خروج 20 والآية 14 بيتكلم عن الأمر، وكمان في سفر التثنية الأصحاح الخامس والآية رقم 18. فحرم العهد القديم الزنا بشكل واضح. يمكن إنسان يحاول يفتخر أنه ما كسرش هذه الوصايا، لكن المصيبة الأصعب والأكبر يمكن ما كسرش الوصايا بالشكل ده، لكن قلبه وعينيه مليانين بالشر ومليانين بالنجاسة. وهو ده بالظبط اللي المسيح كان بيتكلم عليه، مش مجرد شكل انك كسرت الوصية في وضوحها، لكن المنبع الداخل، القلب من الداخل والعينين مليانة شر ومليانة نجاسة. كتاب بيعلمنا كلام رائع. اسمع معايا الآية الحلوة دي في رسالة بطرس الثانية أصحاح 2 والآية 14، بيقول كده: لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية. يا على التعبير، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية. واللي احنا بنحكيه ده بنشوفه حوالينا في المجتمعات الشرقية المتشددة. نلاقي انه يعني بيحرم الزنا اللي هو العلاقة خارج إطار الزواج، لكن للأسف بيبيحها من خلال مثلا أفلام، من خلال أمور معينة، حتى من خلال إيحاءات وكلمات وعبارات جنسية. قمة الشر وقمة النجاسة ان احنا نحاول نبين الشكل انه في التزام وفي قوانين، لكن للأسف ده شر. وفي الآخر بيقولوا عليه انه ليس زنا، بالعكس ده زنا وشر. والكتاب بيعلمنا كده: زنا بها في قلبه. شوفوا الكتاب بيقول: وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه. وزي ما احنا شايفين وبنفكر في المبدأ اللي الرب يسوع بيحطه، يمكن الشكل انه نظرة عادية ولكن ممتلئة بالشر وممتلئة بالخيالات، وللأسف لو غابت الرقابة هيتم وهيحصل فعليا. اللي انا عايز اقوله في الجزء ده، لو كان المسيح بيحكي ان الانسان لا ينظر، طبعا ممكن تكون مجرد نظرة اعجاب عابرة، شيء طبيعي، لكن هو بيتكلم على الرغبة، الدافع اللي جوه الانسان واللي عينيه بتتخيله في نظرته دي. شوفوا كلام الكتاب بيقول ايه، وده بالظبط بيتناسق مع اللي قاله المسيح لاحقا: لان من القلب تخرج افكار شريرة. فهو بيقول انه المصدر، المنبع هو المشكلة، المصدر مش الفكرة في العين. الإنسان ممكن يشوف شيء جميل رائع يعجب بيه لمجرد نظرة عابرة، لكن هو بيقول الأزمة في القلب، في دواخل الإنسان والفساد اللي موجود جوه قلبه. لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. كل الأفعال اللي بتحصل هي، عايز أقول، المصدر، المنبع في القلب، بتطبخ في القلب وتخرج لجميع الأعضاء على هيئة أفعال بتتفعل. فالمنبع، المصدر اللي رب يسوع عايز يأكد لنا عليه المهم هو القلب. علشان كده قال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. فبداية الفعل، بداية الموضوع كله طالع من القلب. فلو قلبي نقي، لو قلبي ملتصق بالرب، لو قلبي متجدد بكلمة ربنا وفي العشرة معاه والعلاقة معاه، غالبا كل الأفعال والسلوكيات هتكون بتمجد الله. يكمل الكتاب ويحكي لنا عن العلاج.
فبيقول فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فإقلعها وإلقها عنك، لأن خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعسرك فإقطعها وإلقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فطبعا المسيح مش بيقصد أنه خلع العين وقطع اليد، والدليل على كده ما بنشوفش ولا واحد من التلاميذ اللي كانوا عايشين مع المسيح أتباع المسيح بعد كده فعلوا هذا، الرسل والكنيسة الأولى ما شفناش ده. بس الرب بيقصد في الجزء ده أن العين هو مدخل الخطية، وبيعلمنا بالضبط نفس ما حصل مع حواء. بيقول كده لما حواء في البداية المشهد اللي حصل، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكلوا. الكلام ده في سفر التكوين صح 3 والآية رقم 6. فعلى الإنسان أن يوقف الزنا من داخله، وده اللي الرب يسوع عايز يوصله، أنه الموضوع مش بس الفعل الخارجي لكن المنبع الداخل، أني أخذ خطوة وقرار أني أوقف الموضوع من جوايا وأصلي لقداسة قلبي وأصلي لقداسة ذهني وفكري، ويكمل موضوع الإيد. موضوع الإيد كناية عن العمل والفعل وأعضاء الجسم، فعلينا كلنا أن نميت أعضاءنا وتكون زي ما قال الكتاب كده أن الأعضاء دي تحيا فقط لمجد الله. شوفوا الآية الحلوة اللي بحبها، فأميتوا أعضاءكم، فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الذي هو عبادة الأوثان. وده مش هيحصل أبدا بدون اختباري لخلاص المسيح، بدون اختباري لفداء المسيح. فعشان تقدر تميت هذه الأعضاء يقول الكتاب كده، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. وبيعلمنا عن حياة الإماتة، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد. اللي مات المسيح عشان هم هيعيشوا، بس لما يعيشوا فيما بعد كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. ده اللي الكتاب بيأكد عليه وعايز يعلمنا فيه. يا رب ساعدني أني أميت أعضائي، ساعدني أني أميت كل أعضاء بتشتهي ضد الروح القدس، ضد القداسة، ضد اللي أنت زرعته فيا وحطيته فيا وتعلمته من كلمتك ومن كلامك. وفي النهاية عايز أقول لك، يمكن تكون حاولت كتير تقلع عن علاقة، عن عادة، عن شيء غير مقدس في حياتك وللأسف فشلت. مش هينفع، انت بتحاول ان انت بتحارب الفعل، لكن الأزمة في المصدر، في الداخل، في المنبع. عشان كده ده اللي المسيح بيدعوك ليه في هذه الحلقة. في كلامه الرائع في الموعظة على الجبل الرب بيركز قوي على المنبع والقلب. النهاردة وانت نفسك مشتاج انك تعيش لربنا، مشتاج ان حياتك تتغير وتكون نقية نظيفة. مفيش انسان عاقل يعقل بجد موجود على الأرض بيفعل الشر والزنا والشهوات ومرتاح ومبسوط، أكيد بيشعر شعور بالذنب، شعور بالندم على خطاياه. فأكيد عندك أشواج أنك تتغير وتعيش حياة مستقيمة نقية تكرم ربنا وتمجده فيها. فلو نفسك المشاعر دي تتحقق وتكون واقع، تعال للرب، تعال اتكل عليه وقول له يا رب من فضلك نقي قلبي، نقي دواخلي، نقي مشاعري ودوافعي وأفكاري وتخيلاتي، ونقي نظراتي، وعشان سلوكي يكون ليك ويمجدك في اسم الرب يسوع. واللي أنا عايز أقوله ليك الجزء المهم، عينك وأعضاءك وكل جسدك هي آلات بر تستخدم لمجد الله. أرجوك من فضلك ما تفكرش أن أنت بتعيش حياتك، أنت بتعيش حياة الله التي فيك. جسدك إيدك دي مش بتاعتك، وعينك وقلبك. دايما بتخيل كل واحد فينا عايشين مش عشان إحنا نستحق الحياة، عايشين لأن ربنا ادانا من نعمته ومن حبه نحن نعيش الحياة دي لغرض والدعوة وقصد في قلب الله. فأنا بتخيل كان زماني ميت زي ملايين من الناس، بس أنا بعيش لأن الرب خد موتي واداني حياة. زي ما بنصلي الصلوة الشهيرة، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، خد كل موت ونجاسة وشر وبغض وكراهية واداني حياته. فأنا وأنا بعيش، أنا مش بعيش حياتي ملكي، أنا بعيش حياة الله التي في داخلي. ودايما وانت بتفكر أي فكرة، وانت بتسلك أي سلوك، اسأل نفسك، يا ترى ماذا كان يفعل المسيح لو كان في مكاني؟ يا ترى هل هيشتهي الشيء ده؟
يا ترى هل هيعمل الشر ده والخطية دي؟ لو أنت دايما بتفكر وبتشعر بحضور الله، لو تفتكر زمان يوسف اللي منعه عن الشر مش إنه شخص صالح وكويس، لكن إحساسه بحضور ربنا، إحساسه بحبه لربنا ومخافته، مش خوفه منه لكن مخافته للرب. قال امرأة فوتيفار: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فالست يمكن تكون مستغربة وبتقول له: فين الله؟ احنا مش حاسة بيه، مش شايفاه. يقول لها: لو انت مش حاسة، انا عندي إله بحبه، حاسس بوجوده معايا، حاسس بحضوره وقربي مني، ما اقدرش اصنع الشر ده واخطئ الى الله. عشان كده اشجعك، وجودك في حضرة ربنا، وجودك في حضور الله، احساسك الدائم ان ربنا شايفك وقريب منك وحاسس بيك، هيمنعك عن حاجات كتيرة جوي. هتحس من قلبك ان انت مش حابب تعمل ده، مش خوف من الرب لكن حب وخوف على مشاعره، لانك نفسك تكرمه وترضيه. نفسي اصلي معاك في النهاية، صلي لاجلك ولاجلي، ونطلب بركة ربنا لينا ومعونة الروح القدس معانا الوقت اللي جاي. وانت في مكانك صلي، قول له: يا رب من كل قلبي بشكرك، بشكرك رغم فساد وشر العالم، رغم كل نجاسة حوالينا، لكن شكرا لأن كل اللي عرفك والتصق بيك وتعلق بيك اتغير وبيجي ليه حياة جديدة، وعلمتنا الاختبار الحلو: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة بشرها ونجاستها وخيانتها وغدرها قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. يا رب أفكار جديدة، دوافع جديدة، نقاوة وقداسة جوا قلبي علشان أعيش حياتي أمجد اسمك وأكرم شخصك كل أيام الحياة. يا رب نقاوة لكل ما أفعل في اسم المسيح، مش بس الخارج لكن الداخل، يا رب يبان أكتر وأكتر في نور وحضور شخصك في اسم المسيح. ربنا يكمل معاك ويديك معونة وتعيش الحياة اللي قصدها الرب ليك، الحياة اللي مليانة بالنصرة ومليانة بالبركة ومليانة بالغلبة ليك في شخص المسيح. وما تنساش الوعد: لا تشمتي بي عدوتي فإذا سقطت أقوم. انتفض، قوم، تشجع، سيب سقطاتك وضعفاتك، ورب يديك قوة أنك تكمل بكل فرح وغلبة في اسم المسيح. آمين.